في مدينة فاس المغربية، مصنع لإعادة تدوير النفايات أحدث ثورة في إدارة المخلفات والتخلص منها بصورة ذكية، كما ساهم في خفض كميات القمامة التي تذهب إلى مكبات النفايات. كميات هائلة من القمامة غير المصنفة تصل للمصنع ليبدأ الموظفون في العمل مباشرة، حيث تشير التقديرات إلى أن 300 إلى 500 طن من النفايات يستقبلها المصنع يوميا من أصل 1200 طن تخرجها مدينة فاس. حقيقة أن المتارح اللي كانت فوضوية فهي كانت كتلوث البيئة، ولكن بخلق هذه المتارح، هذا المطرح المراقب وهذا المركز ديال الفرز والتثمين، الأول يكمل الثاني، والقضاء على كاع على التلوث البيئي والحفاظ على البيئة ديال المواطن والنظافة ديال المدينة. إعادة التدوير تبدأ بتفريغ النفايات على حزام متحرك لتتجه إلى الفرز، ويتم تصريف النفايات المنزلية المختلفة إلى حاويات، بعدها يفصل ناقل مغناطيسي المعادن عن النفايات، ومن ثم يتم فصل العبوات القابلة لإعادة التدوير مثل البلاستيك والمعادن والورق. الموظفون في غرفة الفرز يقومون أيضاً بإزالة أي مواد أخرى قابلة لإعادة التدوير يدوياً، ليتم ضغط جميع النفايات المفروزة في مكعبات. كما يوجد بالمصنع أيضاً أفران لصهر العبوات البلاستيكية. الهدف الأول هو بيئي بحيث كيتجلى في إطالة عمر المطرح. الهدف الثاني هو اقتصادي، توفير المواد الأولية من كرتون وبلاستيك وكذلك من الألينيوم، والهدف الثالث هو اقتصادي اجتماعي، أننا وفرنا ما يزيد على 50 فرصة عمل لهذا الشباب. المصنع افتتحته شركة الأوزون في شهر نوفمبر من العام الماضي، وهي شركة مختصة بالخدمات البيئية، وتعتبر الشركة أكبر وحدة لإعادة التدوير في المغرب. الشركة تدير فروعاً في المغرب ومالي والسودان، وتهدف إلى تزويد 350 مدينة وحياً سكنياً بمراكز لإعادة تدوير النفايات بحلول عام 2022.